أما دلوقتي فنبدأ بخبرنا الأول من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اللي بحث سبل التعاون مع ممثلي شركة تويوتا تسوشو اليابانية بحضور وزيري الكهرباء والبترول والسفير الياباني في القاهرة. رئيس الوزراء أكد تقدير مصر للتعاون القائم مع الشركة في عدد من المشروعات المهمة لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وأعرب كمان عن التطلع للمزيد من التعاون والمزيد من ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. ممثلو الشركة أبدوا اهتمامهم بالسوق المصرية وأشاروا إلى الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا لإنشاء مزرعة رياح بخليج السويس لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدراتها إلى 250 ميجا وات. ده مشروع بتشارك فيه الشركة حاليا ضمن تحالف من 3 شركات.